بنات ما تكونوا لاباس عليكم. اليوم سيت اون نوفيل فيديو واليوم غادي نهضروا على الشعر. اليوم غنوري لكم روتين ديال لي شوفو. باب كدير صوت. ما عنديش بوكو دو برودوي كيما غادي تشوفوا حيتاش جينيرالمون كنستعمل دي برودوي ناتوريل. دابا كيما كنشوفوا شعري او ناتوريل اصلا صغار فاش كندير ليه كان ليسي ولا كندير ليه البلا لي بلاك ولا دي تروك باغي باسكو جو بريفير لو ليسي او ناتوريل. وفاش كنستعمل دي بون فاش كنستعمل لي بون برودوي ديما كيخرجوا ليا فيه دي بوكل زوينين. Et je préfère saraha le look bouclé à le look lisse parce que je suis معايا. Généralement, كنغسل شعري deux fois par semaine ou ديما قبل ما نغسلو كندير un masque. Les masques que كنستعمل ces derniers temps كاملين des masques fait maison اللي كندير في الدار. J'ai partagé pas mal de recettes معكم. غادي تلقاوهم كاملين في لاشين وقيلا بارطاجيت dernièrement شي ثلاثه ديال لي ريسيت بحال هكاك في maison. نصحكم انكم تمشيو تشوفوهم. سينا صراحه ما عنديش شي ماسك اللي كنديرو ديما كل مره وشنو عندي في الدار. كيما قلت لكم كنغسل شعري دو فوا بار سيمين اون فوا سور دو كندير ان ماسك ناتوريل واشاك فوا كنديرو كنحس مي شوفو فريمون تغداو فريمون رطابو من هاد لي لونغور باسكو عندي مشكل ان الجلده ديال شعري مزيته و لي لونغور ناشفين دونك فاش كندير ليهم لي ماسك فريمون كنحس بهم تغداو مزيان. اي فاش كندوز ل لا سال دو بان كيما تكونوا عارفين شوي با فيدال ان برودوي اون بارتيكولي. صراحه كيعجبوني دوك لي شامبوان ديال هيدن شولدرز باسكو كيحيدوا القشره مزيان. مي صراحه كل مره وكنبدل شويه باش شعري ما يولفش على لو ميم شامبوان. اون سو مومون كنستعمل هذا سميتو تيموتي. هذا بور لي شوفو برون ناتوريل و كولوري. صراحه هذا مزيان. اللي عجبني فيه انه كينقي الشعر ما كيخليش القشره وما كيخلي ليش الحكه. انا الاغلبيه ديال الشامبوان صراحه كيخليو لي الحكه في الراس. مي هذا صراحه زوين ما لاحظتش فيه شي حاجه اون بارتيكولي. كيتسرح ليا شعري مزيان فاش كنغسل به باسكو كاينين دي شامبوان اللي كنستعملهم كيزيدو يخبلوا لي شعري باسكو عندي لي شوفو بوكلي اي سا rend la tâche plus difficile. Donc هذا بصراحه مزيان فيه بزاف في لا غام. قولوا شنو نتوما ديجا مجربينو مي انا صراحه هذا عجبني بزاف. ما جربتش لي ماسك ديالهم ولي زابري شامبوان جو بونس غادي نجربهم مي بور لو مومون صراحه هذا عجبني بزاف. ما عنديش انا بري شامبوان افو بريزونتي حيتاش كما تكونوا شفتوا في اون دو مي بريسيدون فيديو كنستعمل الماء د الروز كوم ابخي شامبوان. فاش كنغسل شعري مزيان كنشفو من الماء كنقطرو مزيان ماشي كنشفو كاريمون مي كنستقطرو مزيان من الماء وداك الماء اللي سلقت فيه الروز كما تكونوا شفتوا في لا بريسيدون فيديو كان نديرو في شعري كيكون هو شويه خاطر. لا كنتو ديجا سلقتو الروز وخليتو داك الماء ديالو تيبرد كيكون شويه خاطر دونك كي ما تخافوش ما كيزلقش من الشعر. دونك كنديرو لشعري وكنجمع شعري وكنكمل لو بان ديالي الا كنت غنحك ولا غندير شي حاجه كنخليه 20 مينوت ولا على حساب المهم مينيموم 20 مينوت ومن بعد كنشللو غير بالماء. الماء د الروز فريمون عنده بوكو دو بيان في البنات اللي باغيين يطولوا شعركم سي لوكازيون. ملي بديت كنستعملو ما بقاش عندي باسكو كنستعملو على لي غاسين ما بقاش عندي مشكل ديال القشره والحكه في الراس سي تري افيكاس. اي بوي الناس اللي عندهم الشعر كيتنفخ بزاف ايل كيهدن الشعر فريمون مزيان. الا كانوا عندكم الشعر فيه دي بيتي زوندولاسيون سافا فوزيدي الي ليسي. انا كيهدنهم ليا ما كيبقاو صراحه فيهم لي زوندولاسيون حيت انا شعري اصلا دو ناتور تري بوكلي. مي هانتوما شوفوا لي بوكل اللي ولاو كيدير ماشي تري سيغي اي سون بلوس دي زوندولاسيون كو دي بوكل. اي شعري مهدن على اللي كان موالف ما كيتنفخش بزاف جون كو دابا يلاه غسلتو نورمالمون فاش كنكون يلاه غسلتو كيكون فريمون منفوخ بزاف. مي دوبي كي كنستعمل الماء د الروز فريمون جو تروفي دو تري بون ريزولتا. نصحكم انكم تجربوه صافي كود ريان فلوس ما تلوحو داك الماء اللي كتسلقو فيه الروز استعملو شعركم باغ كونطخ ما ديروش فيه الملحه ولا المهم انا ديما كنسلق الروز ناتوريل وكنخليه هذاك الماء. جينيرالمون فاش كنستعمل لا شالور على شعري مي سي تري غار مره في شهرين ولا ما شنو كنستعمل بروتيكتور دو شالور ضروري البنات. ما غاديش يحملكم شعركم 100% ولكن غادي ينقص من الاضرار
او سينون ما كنستعمل والو فاش كينشف كي فاش كينغسلو كنخليه كينشف او ناتوريل. كيعجبني نستعمل هذا الزيت هذه ديال كلوغان بالمونك باسكو هذه زيت ناشفه. فاش كديروها على الشعر ما كنديرهاش نيشان في شعري، كندير في يدي كندير بحال هكا اي في كندوزها، ما كتخليش داك لي في انريكو. ما عرفتش بان لكم الفرق، مي او ميم طون ما كيبانش هاد الشعر هاد الجهه مزيته ولا راكم درتو لها الزيت. كيهدن الشعر، ينوغي لي ينوغي لي لونغور، ولكن بلا ما كيعطي داك لا فيم زيت وريحته فريمون زوينه. ولكن كيعجبكم دوك لي زودور فخويتي، هذا فيه ريحه المونك. هذه ماشي اول بوتي عندي، هذه سي لا دوزيام باسكو كانوا سي لا مارك لي كان صيفطاتو ليا اول مره وكنعجبني بزاف، وعاود شريت اون اوتغ ان اوتغ فلاكون فاش سالير باسكو فريمون كنعجبني بزاف. هاد لا مارك هاد تلقاوها في لي باغا فارماسي. دونك فوالا كيما كتشوفوا ما روتين كابيلير ما فيهاش بوكو دو برودوي، فيها هاد جوج والباقي سي دي زانغريدون ناتوريل. نصحكم بزاف تمشيو تشوفوا لي ماسك لي بارطاجيت معكم في القناه، مزال نبارطاجي معكم ان شاء الله بزاف ديال لي زوتر ماسك. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم، ما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير كيعجبني نقراكم ونجاوبكم. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا كيفاش صايبت هاد الماكياج ما تنساوش تابعوني في انستغرام باسكو غنكون ديجا حطيتو تما. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.